سرطان البروستات. وكنعرفوا جميع بأن البروستات عندها دور مهم جدا في عملية التبول والانتصاب عند الرجل، وحدوث أي ضرر فيها أكيد ما كيأثر على هذه العملية سواء ديال التبول أو الانتصاب. فاليوم بغينا نعرفوا شنو هو السبب اللي كيخلق مشاكل صحية في البروستات، وشنو هي البروستات كغدة، وكيفاش فعلا تؤثر على صحة الرجل. للحديث في هذا الموضوع وللإجابة على كل الأسئلة ديالكم المتعلقة بموضوع اليوم، ضيفنا البروفيسور أحمد المنصوري، أخصائي في جراحة الكلي والمسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة، وأستاذ بكلية الطب سابقا. أهلا وسهلا بك بروفيسور، إيش أخبارك ولاباس عليك؟ الحمد لله بخير وعلى خير، شكرا. تحية لك الأستاذ المياء، تحية للمستمعات والمستمعين الكرام ديال راديو أصوات. كي دايره مراكش؟ مراكش زينة، زاهية، مراكش جميلة بزاف، خرجت من الأزمة ديال ما بعد الزلزال. فعلا الحمد لله الأمور الآن دخلت للطبيعة ديالها الحمد لله، وهي مراكش كتعرف التنمية ديالها بحال باقي مدن المملكة المغربية الحمد لله. مرحبا بك بروفيسور. اليوم هذا المرض ديال البروستات أكيد ما عنده تأثير على الصحة ديال الرجل، وحنا ملي كنتكلموا على الصحة ديال الرجل كنتكلموا على فرد من أفراد الأسرة، ممكن اليوم على اللي يكون الزوج ديالك، كيف ما ممكن أنه يكون الأب ديالك، أو يقدر يكون الإبن ديالك في مرحلة من المراحل العمرية. ولو أنه إحنا مني كنتكلموا على البروستات كنتكلموا دائما على الأشخاص اللي هما نوعا ما متقدمين في السن، وهذه مسألة غادي نرجعون نعرفوا الصحة ديالها معك دكتور. ولكن في البداية واحد التعريف، البروستات هي غدة في الجسم ديال الإنسان. شكرا مرة أخرى. البروستات هي غدة تناسلية. نعم. أي أنها عضو من الجهاز التناسلي للرجل. والبروستات هي غدة ذكورية، أي أنها عند الرجل وما عندش المرأة، المرأة ما عندهاش البروستات. هذه الغدة اللي الوزن ديالها تقريبا في سن الرشد في 18-20 سنة تيكون هو 25 غرام. وكنقارنوها دائما في الوسائل الديداكتيكيه والبيداغوجيه بان البروستات كتكون قد القرقعه قد الجوزه، ولكن القرقعه اللي كتكون بقشورها، القرقعه بقشورها هي اللي كتكون البروستات وفيها 25 غرام. انما ابتداء من 40 سنه ولاسباب غير معروفه علميا تعتقدوا بان راه المشكل ناتج على الهرمونات، كتكبر في الحجم ديالها وكتكبر في الوزن ديالها. ملي كتكبر ما كتعطيناش اعراض تناسليه، لان الدور ديال البروستات هي كتفرز واحد السائل بروستاتي اللي هو جزء من السائل المنوي. اشنو هو الدور ديالو؟ هو تيعطينا التغذيه الحيوانات المنوية، لأنه بعد العلاقة الجنسية تتكون عملية القذف ديال الحيوان المنوي داخل المهبل ديال المرأة. هذاك الحيوان المنوي باش توقع باش يتلاقى مع البويضة ديال المرأة تيخصو يزحف في وسط الرحم كله هو ويطلع حتى الفوق حتى عند كي تنقولوا حنا القرون. ملي تطلع عند القرن تما كيتلقى باش يقطع، هذيك خصو الطاقة باش يتحرك. هذيك الطاقة تتوجد في السائل البروستاتي. البروستات خصنا نفرقوا ما بين ثلاثة الأمراض. كاين التهاب البروستات اللي فيه نوعان، كاين الالتهاب الحاد والالتهاب المزمن، دابا نشرحهم. عفوا. وكاين سرطان البروستات وكاين تضخم البروستات. بالنسبة لالتهاب البروستات غالبا غالبا في الأغلبية الساحقة يكون ناتج على الأمراض التناسلية، على لي مالادي لي مالادي سيكسيولمون ترانسميسيبل اللي تينتقلوا عبر الجنس، متنقلة عبر العلاقات عبر الجنسية. ملي تيجي تيوقع التهاب في البروستات تيجي آلام، تتجي علامات بولية، وهنا غادي نشرح علاش كاينه العلامات البولية. تتكون واحد الحرارة 39-40 درجة. نعم. و تيخصها تتعالج بطريقة استعجالية.
الا ما تعالجاتش الى المريض هملها وخلاها كدوز الى وتتولي مزمنه كتولي مزمنه تولي العلاج ديالها صعيب. نعم ديك الساعه الانسان هو ياخذ المضادات الحيويه ولا ياخذ اللي بغى صعيب تبره شفتو تيبقى واحد الالم وتيبقى واحد الالم اللي تيجي فوقيت القدف. الراجل ملي تيعاشر الزوجه ديالو وتيقدف السائل المنوي ديالو تيجيه بواحد الحرقه وواحد الالم الى درجه الواحد تيولي تيتفادى العمليه الجنسيه على قبل هذاك الالم على هذا الحريق. نعم كاين المرض الثاني هو سرطان البروستات. سرطان البروستات على العموم تيكون من بعد 60 سنه على العموم بعد 60 سنه هو من السرطانات الاكثر شيوعا عند الرجل. عند الرجل الان اصبح الكشف المبكر ممكن بطرف واحد الماركور تيمور اللي تيتسمى البي اس ا. كنعملوا البي اس ا. البي اس ا الا فات واحد العدد هذه تحليله الدم المريض تيمشي تياخذ الدم واخا يكون فطر واخا يكون ما كاين مشكل تيدير هذيك التحليله. هذيك التحليلات خاصها تكون اقل من اربعه تكون أربعة. ما تفوتش اربعه نانوغرام. ولكن الا كانت ما بين اربعه وعشره كنديروا واحد كنديروا واحد لوغابوغ ما بين البي اس ا توتال والبي اس ا ليبغ اللي خصو يكون قل ما يكونش قل من 25%. المهم هذه التقنيات اسمح لي بروفيسور غير بالنسبه لهذا التشخيص المبكر على سرطان البروستات اللي هو عامه قلتوا كيجي للراجل ملي كيفوت 60 سنه بناء على اش كنديروا هذا التشخيص؟ واش غير انسان من باب الوقايه ملي كيوصل هذا السن او لا قبل من السن يديروا؟ لا كوقايه اي رجل خصو يدير على الاقل واحد المره في سنتين هذه البيسه ابتداء من بحال المره بحال المره ملي خصها تدير الفخوتي سيرفيكو ديال الرحم ديال عنق ديال الرحم ديالها حتى هو خصو يديرو هذه ولكن ابتداء من اي عمر؟ من 60 سنه. من 60 سنه. نعم 60 سنه خصو يديرها. وملي الى شكينا حسب النتيجه تاع التحليله كنديرو تناخذوا عينات من البروستات تناخذوا لي بيوبسي. كاينه طرق كثيره اللي كناخذوا بها هذيك العينه وهذيك العينه كتحدد لنا النتيجه النهائيه يا اما كاين سرطان يا اما ما كاينش. نعم من بعد كنديروا اشعه تنديروا ليغام تنديروا باش نعرفوا واش هذاك السرطان باقي محدود داخل البروستات اي باقي ما وصلش للغلاف ديال البروستات او للقشره ديال البروستات او لا فاتها. نعم الا كان باقي لوكال تنديروا ليه غير العلاج ديالو تيكون بالاشعه وبالهرمونات وتيعطي نتيجه تقريبا 100% ديال النجاح. نعم. اللي بيتاكد عليه هو انه سرطان البروستات هو من السرطانات البطيئه جدا. بمعنى؟ بما انه ما تيسرحش دغيا. ما تيسرحش دغيا. ما تينتشرش في الدات دغيا. ما تينتشرش في الدات دغيا. ونعطيك كمثال هو الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتيران كان عنده السرطان فاش نجح في الانتخابات الاولى ديالو. وحكم سبع سنين. وزاد سبع سنين اخرى عاد ما زاد 14 سنه فاش بقى عنده هذاك السرطان ورغم الاجهاد والستريس تاع الحكم وديال هذا رغم ذلك عاش به 14 سنه. ولكن هو يعالج يعني الانسان ماشي يشوف فيه المرض يقول راه ما غيتعد ما كينتشرش دغيا وغادي يتعالج. لا هو خصو يتعالج هو خصو يتعالج غير كد بينا راه سرطان بطيء. نعم حنا مازال غنتكلموا على انواع العلاجات بروفيسور. وكاين المرض الثالث هو تضخم البروستات. هذا المرض شائع بعد من بعد 60% 50% ديال الرجال تيكون عندهم تضخم البروستات ومن بعد 70 بعد 60 سنه تيكون 50% عندهم تضخم البروستات ومن بعد 70 من بعد 70 سنه 60% تيكون عندهم تضخم البروستات وتيعطي اعراض بوليه. علاش تيعطي اعراض بوليه؟ لان البروستات كتوجد في واحد المنطقه الى جينا نشوفوا التشريح ديال هذيك المنطقه ديال البروستات وديال النبوله المتانه تلقوا بان البروستات كتجي تحيط
بعنق المتانة بالعنق التنبولة وبالإحليل. الإحليل هي ديك القناة اللي كتخرج منها البولة. نعم. فبالتالي ملي تيوقع تضخم ولا تيوقع سرطان أو لا تيوقع التهاب كتأثر على هذيك المنطقة، وهذيك المنطقة غنية بالشرايين وغنية بالأعصاب. فبالتالي هذوك الشرايين وهذوك الأعصاب تيتأثروا حتى هما. وعلاش نقولوا من الاعصاب؟ لان تما كيزيد الاعصاب اللي تيتحكموا في الجسم الكهفي اللي هو الاداه ديال الانتصاب، فبالتالي تتاثر على الانتصاب تؤثر سلبا على الانتصاب. وكذلك تما كاينين الاعصاب اللي تيتحكموا في الفرامل ديال البوله باش البوله ما تفلتش، باش ما يكونش سلس بولي، باش ما يكونش تفلت الواحد البوله في الحوايج ديالو. فداكشي وبعض الطرق العلاجيه اللي كتأدي لهاد المضاعفات. طيب وغادي نفتحوا لكم الخط للتواصل معنا مباشره على راديو اصوات. اليوم كنتكلموا على تاثير البروستات وامراض البروستات على صحه الرجل الجنسيه وايضا الصحه ديال الجسم ديالو ككل. نتكلموا على انواع العلاج الى اليوم. لاله انت في الدار الزوج ديالك اولا الاب ديالك اولا الاخ اولا الابن ديالك كيعاني ببعض المشاكل وبعض الاعراض اللي ربما عندها علاقه بحريق البولة أو لمشاكل أخرى ممكن سببها يكون البروستات، احنا هنا باش نعاونوك أنك تاخذ الطريق الصحيح للعلاج. 0522 77 24 24 دائما على راديو أصوات. تكلمت يا دكتور على الالتهاب، تكلمنا على السرطان وعلى التضخم. السرطان والتضخم هو مرتبط بالرجال يعني في 60 سنة وما فوق. الالتهاب اللي كيجي في البروستات واش ممكن يصيب الشباب في عمر 20 30 40 سنة؟ لأنك تكلمتي على أنه يقدر يكون سبب مباشر هي العلاقات الجنسية الغير محمية. الالتهاب البروستات هو مرض يصيب الشباب ابتداء من 20 سنة. نعم. من بعد علاقة جنسية غير محمية. الإنسان من تيدير علاقة جنسية وما تيديرش العزل الطبي يمكن أن يصاب بمرض متنقل عبر الجنس، وذاك المرض المتنقل عبر الجنس تيأثر على تيعطي التهاب تاع البروستات، هو اللي تيعطي الأعراض اللي قلت لك، هو حريق البول، الآلام، السخانة 39 40 درجة، وهذا هو اللي تيخصو العلاج وعلاج مستعجل. ومن الأفضل باش تكون يكون ياخذ العلاج والأدوية عبر الشرايين. نعم. باش الأمور في 5 أيام 3 أيام الأمور تترجع إلى طبيعتها. يعني خص يكون تدخل طبي اللي هو تدخل سريع تدخل طبي مستعجل. طيب نفتحوا المجال لأسئلة المستمعين ديالنا مباشرة على راديو أصوات 05 22 77 24 24. أيضا احنا معكم في بث مباشر عبر الفيسبوك، دخلوا عندنا الفيسبوك صفحة ديال أصوات راديو أصوات باج أوفيسيال باش تبعونا صوت وصورة، وفي التعليق ممكن تبعتوا بالأسئلة ديالكم. غادي ناخذوا خديجة معنا من مراكش. مرحبا أنا خديجة. السلام عليكم لاله، اش اخبارك؟ كل شيء مزيان؟ كل شيء على خير الحمد لله. الحمد لله تبارك الله عليكم على هاد البرامج اللي كديروا، الله يحفظكم. مرحبا خديجه. اختي بغيت انا نسولك وعلى سول الاستاذ. دابا انا راجلي كان عنده كانت كتخرج له البيصه عاديه، شويه ولات كتخرج له البيصه طالعه، مشى للطبيب، ملي مشى للطبيب قال له عاود لي التحليله في ان اوتر لابوغاتوار. هي هذيك خرجت نفس التحليله، ملي خرجت التحليله قال له غيدير له البيوبسي. مشينا عند انيغولوج ودار له البيوبسي، قال له فعلا درنا التحليل التشريح الدقيق، قال له راه عندك انتي كونسير. المهم دار عطاه دار هادو 38 حصه ديال لا راديوثيرابي، وعطاه كيضرب واحد الشويكات راه كيعرفهم الاستاذ بوندون 3 زون. اييه كتسمعني استاذ؟ اييه كنسمعك كنسمعك. لا شحال العمر ديال الزوج ديالكم؟ بوندون 3 زون دار هاد الشويكات بوندون 3 زون. من بعد ولا تيقول له الطبيب الانكولوج اللي كيمشي عنده تيقول له غتبقى دير لي، قال تيقول له الحمد لله وليتي لاباس.
بعد ما دار الراديو وداك الشيء قال له الحمد لله وليتي لاباس. ومن بعد ولات يقول له طول لي 3 موا عاودي البيسا. دابا البيسا ولات كتهبط زعما هابطه بزاف، بعض المرات كتكون 008 004. المهم دابا انا غير بغيت نعرف واش ما راجلي واش برا كومبليتمون ولا غيعاود يرجع له المرض. تفضل بروفيسور. صباح الخير انا خديجه. صباح الخير سيدي، تبارك الله عليك، الله يحفظك. بالنسبه دابا انا مقطع ونبقى معاكم في اي واخا تهدي ولا توضعي. عندك شي سؤال خديجه بروفيسور؟ لا لا بالنسبه للمسار والاجراءات التشخيصيه اللي قام بها الطبيب المعالج فهي صحيحه 100%. نعم. سليمه جدا حسب المعايير العلميه والطبيه. يمكننا نقولوا بان رجلها راه تعالج من السرطان، ولكن هذا لا يعني بانه صافي خصو يغبر. خصو يبقى يشوف الطبيب ديالو مره في 3 شهور باش يبدا يدير ليه البي اس او. هذيك البي اس سون دي بي اس دو كونترول غير باش نراقبوا الصحه ديالو، وما فيها باش مره في 3 شهور يدير البي اس. وهي كتكلم على انه النسبه ديالها طايحه بزاف. خاصها تطيح اذا مزيانه ايجابيه. طيب خديجه الله يحفظ لك الزوج ديالك. اذا غير تكمل الحمد لله راه غادي مزيان راه برا، ولكن هذا ما تيمنعش بان نحبسوا المراقبه مره في 3 شهور. طيب وبارك الله هنيئا لهذا الدكتور اللي تكلف لك بالزوج ديالك. طيب غادي ناخذ السؤال ديال محمد معنا من الدار البيضاء ومن بعد احمد. اهلا وسهلا يا محمد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاله كيداير بخير. الله يكبر بك محمد، تفضل يا سيدي. وكنشكر الدكتور الكريم على هذا. مرحبا معنا البروفيسور احمد المنصوري، تفضل يا سي محمد. عندي واحد السؤال دكتور، لان دانييرمون واحد صافي 3 ans دابا كان وقع لي واحد المشكل في التبول. داك الشيء بحال كنقولوا فك الحرق البوله، ولكن داك الشيء كيهبط قليل. الوغ مشيت عند الطبيب. شحال في عمرك؟ شحال في عمرك يا سي محمد؟ الو شحال في عمرك؟ انا 54 عام. اييه. عطاني واحد دي راديو واحد سكانير وين درنا واحد البرودوي كولورون باش يعرف دار لي البروستات مزيانه كلشي مزيان. دونك قال لي عندك واحد لابارتي في لو سيركوي ما بين البوله كتسد لك فيه واحد الميكروب ماشي ميكروب قديم وما ما تريتيتيش. دونك دار لي سرحوا لي بالمنظار. ضربت واحد العام ولا عام ونص تقريبا ما مزيان شويه بدا كيتسد ثاني هذا الشيء. مشيت لواحد لاكلينيك درت ديلاتاسيون سيغ بلاس كتمشي ثاني واحد 8 شهور 9 شهور ثاني عاد خدت. دابا حاليا كنهضر معاك بدا كيرجع لي ثاني داك في حريق البول، ولكن ما ملي كتدير داك الشيء ما تيخرجش عادي شويه وكتحس براسك بقى ما ساليتيش. دونك شي استشارة من عند استشارة من عندكم الله يجازيكم بخير. صباح الخير سيدي محمد. بالنسبة للمرض اللي عندك هو عندك واحد الصعوبة في التبول وعندك حريق البول. لا حريق البول ما كاينش. ما كاينش حريق البول وغالبا غيكون عندك شي مرض تناسلي في التاريخ الطبي ديالك. غيكون سابق فيت عندك شي مرض ديال الامراض المتنقله عبر الجسم هو اللي دار لك ما يسمى باختناق الاحليل او لا اختناق مجرى البول. سد لك هذاك المجرى البول داك الشيء باش دار لك هذاك الطبيب هذاك الدواء الراديو كيتسمى اليوسائر وبان ليه الاختناق هو يديروا لك هو يفتحوا بالمنظار. من يفتحوا بالمنظار اكيد خلى لك لاسون 3 ايام ولا 5 ايام كتكون النتيجه ايجابيه وكتسترجع القوه ديالك ديال التبول عمليه التبول كترجع طبيعيه. غير انما حسب لا سيكاتريزاسيون ديال كل انسان كاين اللي هذاك الشيء تيبرى منه خطره، كاين اللي ترجع ليه من بعد عام، كاين اللي ترجع ليه من بعد عامين، كاين اللي من بعد 10 سنين. اذا مني درتي هذيك العمليه بالمنظار لا ديلاتاسيون راه تتكون النتيجه تاعتها من الناحيه الزمنيه قصيره. اذا تيبان لي انا خصك تعاود دير ديك العمليه تاع المنظار والله يجيب الشفاء. طيب الله يجيب الشفاء محمد. غناخذ السؤال ديال احمد من مدينه الدار البيضاء. عندنا مصطفى من طنجه ولكن عندنا فاصل قصير ونعود. خليكم دائما على اصوات
التشخيص المبكر مهم جدا والتدخل الطبي المستعجل في بعض الحالات خصوصا الالتهاب ديال البروستات اللي كيكون سبب ديالو المباشر هي الامراض المتنقله جنسيا في العلاقات الغير محميه. فاحنا هنا باش نجاوبوا على كل الاسئله ديالكم 0522 77 24 24. احمد معنا من مدينه الدار البيضاء وضيفنا البروفيسور احمد المنصوري استاذ في جراحه الكلي والمسالك البوليه والضعف الجنسي. احمد مرحبا، اش اخبارك ولاباس عليك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، لاباس؟ السلام عليكم، بخير عمي. الحمد لله سي احمد، تفضل سيدي. الله يبارك. انا عندي مشكل في البروستات. ايه. وعندي صعوبه في التبول. نعم. ما عندي صعوبة مكان التبول، ما كانش هذاك الجهد بجي الرينال تري ثابت، وكان خلقت حاشاك بنظيم تبول ما كيخرجش تبول، ومن بعد كيخرج نقطة نقطة، ودي فوا ذاك البود في مرة يخرج أغوش مرة يخرج أبوابش. نعم. وعندي تبول دكتور واش وعندي إيشاك واش عند البروستات عندها شي علاقه مع الكودون، واش كتضغط على بابيتي والكودون ولا بغيت نعرف الاسباب من جهه ما بالي. شحال العمر تاعك استعملت؟ الو شحال العمر ديالك؟ العمر ديالي 70 عام دكتور. شحال؟ 70 عام. 70 عام. وشنو هي الحاجه الاخرى اللي قلتي لي عندك مع هذه الصعوبه التبول و دابا عندي صعوبة في التبول، كنبقى واقف ما كيخرجش البول، الجي ما كاينش، وكتخرج نقطة نقطة، وملي كتسرح شوية، كاين مرة يخرج أغوش، مرة يخرج أدروات، والمشكل الآخر عندي كونستيباسيون، واش كاين شي تأثير على هذا القولون باش يعطي هذا الكونستيباسيون ولا لا؟ لا كاين شي ضغط ولا ما كاينش ولا ما تنساش. فوالا سي أحمد. بالنسبة للحالة ديالك وبالنسبة للعمر تاعك عندك صعوبة التبول، أن ملي كتوقف قدام الحوض ديال المرحاض البولة كتعطل شوية عاد كتخرج، وعندك الصبيب ديال البول ضعيف، وعندك متفرق وربما غادي يكون كذلك متقطع، وغتكون كتختم العملية ديال التبول عندك بقطرات، أي أنك كتقطر في الأخر، وهذه كلها هي علامات اللي كتسمى ديال عسر في التبول، وهي نتيجة على اختناق ديال الإحليل وديال عنق المتانة. بالنسبة للعمر ديالك إذن كاين تضخم ديال البروستات اللي خصنا نعرفوا دابا، واش هذاك التضخم حميد او لا تضخم سرطاني. اول حاجه خصنا نطلبوا لك واحد البيسا، غدير واحد البيسا، وكذلك خصنا ندير لك واحد الكشف بالموجات الصوتيه اي بليكوغرافي بالتلفازه، ونشوفوا واش كتخوي البوله مزيان، واش كيبقى شي بقايا ديال البول من بعد. من بعد غادي نديروا ديك الساعه التشخيص، التشخيص تيكون سهل. الا كان عندك السرطان خصنا نديرو واحد ليغام ولا باش نعرفوا واش انتشر في الجسم او لا، لا ولا باقي محدود هي في البروستات. تنتمنوا ان شاء الله باش ما يكونش عندك البروستات. الا ما كاين السرطان راه عندك تضخم ديال البروستات، خصنا نوزنوا البروستات شحال فيها، والحمد لله الان راه حتى الجراحات التقليديه بحال الجراحه التقليديه باش يتم استئصال البروستات او لا بالمنظار او لا باللازير او لا هادشي اللي ولا تيتسمى تا هو الريزوم اي ببخار الماء، هادو كلهم عمليات استئصاليه اللي مع الاسف تيحلوا المشاكل البوليه، ولكن تيعطيو مضاعفات، اهمهم هو ثلاثه ديال المضاعفات اللي هي السلس البولي، اي ان الانسان كتفلت ليه البوله في السروال ديالو، وخصوصا ملي تيكحب او لا تيعطس، وكاين القذف الرجعي، اي ان الانسان من بعد المعاشره الزوجيه ما باقيش تيرمي الماني على برا تيولي ترجع ليه النبوله، وهذا الشيء تيخلق الام وقلق وتوتر عند الرجل، تيولي بعيد من العمليه الجنسيه، وتعطي كذلك الضعف الجنسي. الان الطريقة الجديدة اللي جاري بها العمل في أوروبا وأمريكا هي قسطرة البروستاتا. قسطرة البروستاتا هي دي واحد العملية طبية بدون جراحة بدون تبنيج، المريض كيدخل في الصباح
وكدار ليه العمليه تاع القسطره وتيخرج في نفس اليوم ما تيحمل لا تيو لا لا, لا صندا لا والو، تيسترجع العافيه ديالو في نفس اليوم وتيعود للانشطه ديالو في نفس اليوم. والحمد لله الان في المغرب راه تقصرت البروستاتا ولات متداوله وموجوده. هذه كتستعمل في حاله ديال تضخم البروستاتا بروفيسور، علاج لتضخم البروستاتا، علاج لتضخم البروستاتا. نعم. طيب وبالنسبه يعني الاعراض الجانبيه من بعد ما كاينش اعراض جانبيه، يعني الرجل يعيش حياته الجنسيه عادي جدا؟ هذا هو الامتياز ديال قصاره البروستاتا، هو ما كايناش هذيك المضاعفات. المضاعفات الثلاثه اللي قلت للسي احمد، سواء السلس البولي او القذف الرجعي او الضعف الجنسي، ما كايناش هذه المضاعفات، والانسان تيحافظ على حياته الجنسيه. نعم. وتيحافظ على على النظافه ديالو، لان الانسان ملي تيولي عنده السلس البولي ما باقي يقدر يمشي للجامع، ما يقدر يمشي يصلي، ويخسر ليه الوضوء. نعم. الله يجيب الشفاء للجميع. كان معنا مصطفى نقطع له الخط من طنجه، غادي ناخذ نسرين معنا من سلا، ومن بعد سعيد من الدار البيضاء. نسرين السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا بك على اصوات. شكرا بزاف وميرسي بزاف على هذا الموضوع الرائع جدا، كتفيدونا بزاف. مرحبا نسرين. شكرا. الله يخليك دكتور، بغيت نسولك، راجل اختي دار مؤخرا كونترول ديال بي اس ا تحليله ياك، وطلعت وخرجت بانه طالعه ياك، شحال فيها؟ طالعه شحال فيها؟ فيها بريسك 5 فاكيل في شي 75، 5.75. ومؤخرا عاوتاني كان دارها دفوة وكيلقاها طالعه الدكتور. مؤخرا قال له الطبيب ملي لقاها طالعه قال له خاصك ضروري دير ليا راديو ليرين باش نقدروا نتاكدوا واش فريمون كاين تيما ولا لا. فريمون دار لي ريم واكتشف بان كاين تيمور. هاد التيمور لقاه بانه كاين في واحد العرق، وعرق الاخر يلاه مقيوس. دابا دكتور شنو من بعد قال له دار بيوبسي. بيوبسي هو فاش لقى بانه راه فريمون كاين كاين تيمور. المهم هو قال له يلاه في البدايه ديالو باقي ما تنتعشرش. دابا اعطاه بانه باقي له باش يدير العمليه خاصو ديال الاسابيع، قالوا لان ما يمكنش نديروها حاليا لان البيوبسي كيكون الانسان باقي طري والاخضر. دابا السؤال ديالي يا دكتور الله يعطيك الخير هو انه خيروا بين جوج ديال العمليات، واش يدير راديوثيرابي او لا يدير الاستئصال الكلي لهذيك البلاصه، باش كتنصحنا دكتور؟ وكاين واحد السؤال واحد اخر كيروج كيقولوا لنا خاصك ضروري دير واحد الراديو ديال العظم باش نعرفوا واش منتشر في العظم او لا. دابا هادو اسئله عندنا في دماغنا وهذا الشيء باقي جديد، والله يخليك والله يعطيك الخير ما فينا. واخا نسرين خليك معنا، تفضل بروفيسور. صباح الخير لنسرين. بالنسبه لهذا المريض الله يشافيه، عنده سرطان تاع البروستات. هذا السرطان الا كان باقي محدود داخل البروستات وما وصلش للغشاء تاع البروستات، لا راديوثيرابي وبعض الخطرات تنزلوا ادويه اخرى كتعطي نتائج ايجابيه حتى تمشي حتى ل 100% في العلاج. الا كان فايت خارج على البروستات اي انتشر خارج البروستات، ديك الساعه كندوزو للجراحه وتنديرو استئصال كلي للبروستات. اذا حسب الطبيب دابا غيشوف واش باقي لوكاليزي باقي غير في البروستات او لا سرح فات البروستات. وهذه المساله ديال التحليلات ديال العظام، هذا ما هو هذاك البيلون ديكستونسيون باش نعرفوا واش باقي في البروستات او لا سرح. او لا سرح. نسرين واضحه عندك الفكره ولا باقي محتاجه شي اجابه؟ شكرا جزيلا دكتور لهلاك. الله يجيب الشفاء. مرحبا. مرحبا نسرين. اللهم امين. من مدينه الدار البيضاء ناخذوا المكالمه ديال سعيد. السلام عليكم سعيد. السلام عليكم. مرحبا. دكتور كيدير بخير؟ كنت لاباس؟ لاباس الحمد لله. يسول فيك الخير السي سعيد. عفاك انا دكتور عندي شي 58 سنه، ولكن دابا مشيت عندي واحد شويه حريق البول الصباح ملي مثلا كنعس في الليل ولا ما نطش للطواليط. نعم. الصباح هذيك البوله ما كتبغيش تخرج ليا عادي الصباح، كتبقى تخرج وتوقف تخرج وتوقف، ومع ان الا بقيت سهران في الليل كنقنط للطواليط ولكن الا نعست ما كنوض. ومشيت دوزت عند واحد الطبيب الطب العام، داروا لي ديك التحليله ديال الدم اللي قلتي انت خاصو ما تفوتش اربعه، درتها واحد الخطره خرجت لي اربعه،
واحد الخطره خرجت لي زوج، قالت لي الدكتوره مزيان ما عندكش البروستات، ودابا عندي هذه المشكله دكتور ديال هذاك التبول ديال الصباح، هذيك البوله ما كتبغيش كتبقى تخرج وشويه وتخرج، وكان عندي المشكل كان عندي القبض، ملي كيكون عندي القبض ما كتبغيش تخرج ليا كاع البوله كاع. بغيت نعرفها دكتور من الناس هادشي. اولا سي سعيد ملي درتي البيسا ولقيتيها اربعه وعاودتي لقيتيها جوج وقال لك الطبيب راه ما عندكش البروستات، راه تيقصد هو ما عندكش السرطان ديال البروستات. البيسا ما تعنيش بان راه ما عندك تدخل البروستات، يقدر يكون عندك ويقدر ما يكونش، ولكن اللي كتلغي هي هو السرطان ديال البروستات، السرطان ما عندكش. بالنسبه لهذاك البوله اللي عندك ضعيفه تيخصك تشوف طبيب اختصاصي في الكلي والمسالك البوليه التناسليه باش يعمل لك واحد التلفازه، واحد ليكوغرافي، ويشوف البروستات الوزن ديالها، ويشوف واش كتخوي النبوله، باش نشوفوا الا كان عندك واحد العسر في التبول. يمكن كاين واحد الاختناق، خصنا نعرفوا شنو هو السبب تاع الاختناق. السبب بالنسبه ل 58 سنه تقدر تكون تضخم البروستات، كذلك يقدر يكون شي اختناق ديال الاحليه اللي فات فيك شي مرض متنقل عبر الجسم، ملي كنتي شاب عندك 18 ولا 20 ولا 25. هل هذه الامراض المتنقله جنسيا كتبقى على المدى البعيد الا ما تعالجتش، او لو واخا تعالج ممكن يكونوا هذه المضاعفات على المدى البعيد؟ الا ما تعالجت، الا ما تعالجتش بطريقه جيده يعني، بمعنى اتخاذ الدواء في دوز مزيانه ومده كامله. نعم طيب. الا ما كانش كتبقى لا سيكاتريزاسيون كتبقى تصوت تيتسد الاحليل. نعم وكتبان على المدى البعيد. على المدى البعيد كيولي هذا العسر في التبول. طيب سعيد واضحه الفكره عندك؟ واضحه الفكره، شكرا لك. مرحبا اهلا وسهلا. طيب بروفيسور، تضخم البروستات واش كيعني الا ما تعالج مباشره سرطان البروستات، او ممكن يكونوا بجوج مع بعضياتهم او لا؟ نجاوبوا على هذا السؤال من بعد الفاصل، خليكم معنا على اصوات دائما حديثكم غزل. نواصل دائما على راديو أصوات رفقة ضيفنا البروفيسور أحمد المنصوري، أستاذ في جراحة الكلي والمسالك البولية والضعف الجنسي. البروستات والأمراض اللي كتصيب البروستات عند الرجل كيفاش تؤثر على جودة الحياة ديالو الجنسية وعلى صحته، كيفاش نديروا التشخيص لأي نوع من هاد الأنواع، وأيضا العلاج مهم جدا. 0522 77 24 24 دائما على راديو أصوات أو عبر الفيسبوك راديو أصوات باج اوفيسيال، دخلوا عندنا اللايف مرحبا بكم وبالاسئله ديالكم في التعليق. قبل من الفاصل طرحت عليك سؤال دكتور، واش تضخم البروستات كيعني الا ما تعالج انه غيتحول لسرطان البروستات، او حنا راه كنتكلموا تقريبا على نفس المرض، غير كاين واحد الاختلاف بسيط اما في النسبه ديالو او في طرق العلاج؟ اولا تنتكلموا على جوج الامراض مختلفه تماماً. طيب مختلفه من ناحيه التشخيص، ناحية مختلفة من ناحية المعاناة، ومختلفة من ناحية العلاج ومن ناحية الآفاق. لأن والأعراض بروفيسور اسمح لي، الأعراض تقدر تكون متشابهة واخا، ولكن من ناحية الآفاق السرطان، أي سرطان الجولة كل شيء تعرفها، السرطان إلا ما تعالج يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الموت. ما تضخم البروستات أولا اللي بتنأكد للمستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، هو مرض حميد ليس بسرطاني ولا يتحول أبدا إلى سرطان. واضحة الفكرة. ولكن إلا ما تعالج من غير جودة الحياة، بأن الإنسان اللي عنده تضخم البروستات بعد، أولا الإنسان اللي عنده تضخم البروستات تيكون فايت 60 سنة فما فوق، إذن كتكون عنده ديجا أمراض أخرى، تيكون عنده أمراض القلب، تيكون عنده أمراض ارتفاع الضغط الدموي، تيكون عنده السكري، تيكون تياخذ ادويه اللي كتجري الدم. ديجا الحاله الصحيه ديالته ليست على ما يرام. نعم. عاد اصلا فوق 60 عام تيبداو المشاكل ديال النوم. وشوفي واحد الراجل اللي تيبدا يفيق 5-6 المرات في الليل، ديجا هو ما تينعش مزيان، وكيتزادوا هذا المشكل ديال التبول، ف الغد ليه تيصبح عيان لانه ما نعش. نعم. كذلك المشكل تاع البروستات هو الانسان ما باقيش تيفرغ النبوله ديالو مزيان. نعم.
ملي ما تيفرغ تيتبقى واحد الكميه في وسط النبوله ديال البول. نعم. ومع المده هذيك الكميه غاديه وكتكبر. ملي كتكبر واحد الوقت كتطلع مع الحليب، الحليب هي ديك القناه اللي بين الكليتين والنبوله. نعم. كيطلع معاها تيعطينا تمدوز ديال هذوك حتى تيوصل للحويض، الحويض هو اول مسلك بعد الكليه. تيتنفخ حتى هو، ملي تيتنفخ تيأثر لينا على هذيك الوحده الوظيفيه ديال الكلي اللي كتصفي الدم اللي سميتها بالفرنسويه لو نيفخو. مع المده كتعطينا قصور كلوي. إذن تضخم البروستاتا يمكن يؤدي الى قصور كلوي مما يتطلب علاج بالدياليز مدى الحياة. نعم، ما يحط الباس. واضح الفكرة بروفيسور. نفتحوا مرة أخرى المجال الأسئلة للمستمعات ديالنا ومستمعينا. مصطفى من مراكش، أهلا وسهلا سي مصطفى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، مرحبا. خليك أختي، عندي واحد سؤال للدكتور. أيه. عندي واحد الوالد كان عنده حريق الماء. نعم. كتسمعيني؟ كنسمعوك مصطفى. ومن بعد دينا الطبيب اختصاصي. المهم درنا التحليلات، درنا التلفازات، درنا التكاريط، قال لي عندك واحد الحجره في النبوله. عنده حجره في النبوله، قال لي فيها 5 سنتيم تقريبا وشي حاجه. نعم. المهم فاش درنا التحليلات والسكانير وداك الشيء ما قدرش يفتح لي يدير لي العمليه باش يحيد لي الحجره. ايوا. دار لي المنبار، كرط لي قال لي ديك التكريطه ديال النبوله والبروستات. نعم. اصلا عنده سرطان البروستات. اييه. من بعد دار لي ديك العمليه ديال تكريطه البروستات والنبوله. المهم ما داريش العمليه بالحجره، بقى ديك العمليه تبقى الحجره. نعم. دابا من بعد دار لي هذيك العمليه ما باقيش كيتحبس ليه البول، ولا البول هي دايز فوالجو ما باقيش كيتحبس ليه. اييه. وخرج ليه واحد ليبره ديال هذيك ديال السرطان من 3 شهور. المهم ضربنا وحده، ودابا راه باقي لي تحاليل كل 15 يوم كيعطيني باش ندير ليه تحليله. ودابا عندنا المشكل ديال هذاك التابول اللي كيدوز ليه ديما حوايجو، ديما داير ليك واش بالليل وسميتو مكرش بزاف ما عرفناش مناش. وقال لي خصو ما يحيد لي هذاك التابول، كيعاود يدير العمليه ديال الحجره، كيحيد الحجره اللي عنده في النبوله. واخا. هذا هو السؤال ديالي للدكتور، الله يخليك. تفضل بروفيسور. صباح الخير السي مصطفى. صباح الخير دكتور، بخير. لاباس بخير. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يخليك. فهاد النازله اللي عاودتي ليا تنلاحظ واحد التناقض، هو انه الوالد ديالك عنده حجره وفي نفس الوقت الطبيب كرط ليه النبوله، كرط ليه البروستات. كرط ليه النبوله والبروستات. هو ان البروستات ما يمكنش يكرطها ليه الا كانت الحجره. لان لا الحجره باقيه مازال ما حيد عليها. لا، الا كانت الحجره ما تيكونش تكرات، لان الحجره كي تنقولوا بالفرنسي كونت خانجيك هذيك لا ريزيكسيون، ما عرفتش ربما معطيات اخرى ما عطيتها ليش، وما يمكنش يكرط ليه النبوله والبروستات. يا اما عنده ورم سرطاني في النبوله، يا اما ورم سرطاني في البروستات. هو قال لي عنده ورم سرطاني في البروستات. في البروستات، ولا من قبل ما دار ليش واحد التحليله سميتها البيسات، واحد تحليله الدم كنديروها كل 15 يوم كنديروها. اييه. وما دارش واحد لي غيم باش يشوف واش داك الشيء محدود في البروستات او لا سرح. لا، ودرنا هذاك لي ريم، قال لي اودي قاس لي الريه وشي حاجه في الضلوع. شنو هو السرطان اللي قاس ليه الريه والضلوع؟ قايس لي شي حاجه في الريه. ايوا، مع الاسف هذه مرحله متقدمه في المرض. الله يجيب الشفاء وصافي. بالنسبه لهذيك البوله اللي كتفلت ليه، هي اي واحد هذه من المضاعفات اللي كاينه من التكرات ديال البروستات. وهذا الشيء الناس علاش ولاو تيتفاداو هذاك التكرات ديال البروستات، ولاو تيديروا قسطره البروستاتا، لان ما كتعطيش هذه المضاعفات. نعم. دابا الله يجيب الشفاء، طلبوا له الشفاء. الله يجيب الشفاء. صافي مصطفى، واضحه الفكره عندك. مرحبا سيدي، الله يشافي ويعافي. معنا حسن من الدار البيضاء ورشيد حتى هو من بعد حسن. مرحبا بك حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يطول عمرك بارك الله فيك. مرحبا سيدي، تفضل. اذا كان ممكن نشوف مع البروفيسور. تفضل سيدي.
مشاكل بون نبدا بعدا بالسن ديالي انا الانسان اللي عندي 82 عام 82 سنة يعني لا ولكن عندي مشاكل ديال التبول كيف قال واحد المستمع من قبل انا كان في الليل 3-4 مرات وطبعا الحال النوم ديالي كيطارد ما كنكونش نجي على النهار كله بالنهار بعض المرات كنكون خارج ندي شي حاجه حتى كنزير وما كن بعض المرات تيهرب للاسف حسن ما كنسمعوكش مزيان حسن نبدل واخا تفضل دابا كنسمعوك اوكي كان لا كيبان كيوقع لي بعض المرات مشكل كنكون خارج على برا وكنتزير شغل يعني على غفلان ما كنحش حتى كنحس براسي بحال خرج لي التبول يعني كيعاني من انا ما تيقبضش البول تفضل حسن وعلى ذكر التبول ملي كنمشي مثلا لحاجه كون المرحل داك الشيء تيخرج ضعيف شويه وقطرات وكياخذ ليا وقت بالنسبه للكميه كياخذ ليا وقت يعني غير عادي وهذا الشيء هذا السؤال ديالي واخا سي حسن تفضل بروفيسور منصوري السلام عليكم السي حسن وعليكم السلام سيدي الله يبارك فيك سيدي حسن هاد الاعراض اللي حكيتي الان كلها هي لفائده تضخم البروستاتا عندك البوله ضعيفه والبدايه ديالها كتكون معطله شويه وبعد خاطر تكون غير تتقطر كذلك عندك تتفلت لك البوله ساعه ساعه وعندك هذيك الرغبه الملحه للتبول اي انك تكون جالس ما بيك ما عليك وخصك تنوض تجري للطواليت باش تبول زائد الاستيقاظ اللي عندك بالليل المتكرر كتبدا تفيق وهذا وهادشي هادي نظره للسن ديالك 82 سنه غادي تكون تاثر فيك حتى على يتسبب لك في العياء الغدي ما تصبحش مزيان اولا تيخصك تشوف طبيب اختصاصي في المسالك البوليه التناسليه وهذا الطبيب اكيد بانه غادي يطلب لك اولا البيسا باش نعرفوا واش كاين سرطان او لا كاين تضخم الا كان السرطان راه غادي يطلب تحليلات اخرى وغادي يطلب راديوات اخرى وطلب لي غيم وهذا الا غادي يطلب البيوبسي باخذ لك واحد العينه من البروستات باش نشوفوا الا كانت البيسا عاديه هذا الشيء راه عندك ناتج على التضخم على البروستات التضخم دابا الحمد لله كاين العلاج كاين العلاج بالادويه ولكن الا كان الادويه ما عطاتش نتيجه ما تجاوبش مع المرض ديالك كاين علاج اخر والان كاين العلاج ديال قسطره البروستاتا اللي هو علاج بدون جراحه بدون تبنيج بدون مضاعفات والمريض تيدخل في نفس النهار وتيخرج في نفس النهار وتيرجع للانشطه العاديه ديالو في نفس النهار وتيسترجع العافيه ديالكو في نفس النهار. طيب والقسطره ديال البروستاتا بروفيسور ما كتشكلش خطوره على الرجل مثلا في السن اللي كتكون متقدمه بحال مثلا السي حسن 82 سنه. لا بالعكس بحال السي حسن اللي خصو يتفادى الجراحة ويتفادى التبنيج ويتفادى لأن ما كطلبش تبنيج وشنا هي هاد القسطرة هو كناخدو واحد الإبرة بحال ديك الإبرة اللي كناخدو بها الدم للتحليلات أيه وكنديروها في الشريان ديال الفخذ اللي تيكون في جدر الفخذ ومن داخل هذاك هذيك الإبرة كندخلو واحد الأنبوب طبي اللي رقيق جدا القطر ديالو اقل من 0.5 ملم حتى تنوصلوه للاوعيه المغذيه للبروستاتا وكنحقنوا واحد الماده اللي فيها تيكون في وسطها حبيبات مجهريه وكتسد هذاك العرق ملي كنسدوا العرق اذا كنحبسوا الدم على البروستات فبالتالي كنحبسوا عليها التغذيه واي كائن حي
اي واحد حبستي عليه التغذيه تيضعف. نعم. فهذاك التضخم تيعاود ترجع الى نحافه وتضعف. وعلى شحال ما على شحال ديال الوقت كتبدا تبان لنا النتيجه ديال هاد القسطرات ديال البروستاتا بروفيسور؟ النتيجه كاين كاين اللي كتبان فيها على 10 ايام. اها. كاين اللي كتبان فيها على شهر. وكاين اللي كتبان فيها على 3 شهور. 3 شهور كنعرفوا النتيجه النهائيه ديال القسطره. طيب النتيجه النهائيه شنو كنقصدوا بها؟ واش انه ما تيبقاوش هذوك الاعراض اللي كانوا قبل يا اما كينقصوا في 10؟ النتيجه هي الاعراض هي الاعراض كيمشيو يعني ما بين 10 ايام حتى 3 شهور. 3 شهور. اييه. ومن بعدها كيعاون المريض بعض الادويه ولا القسطره بوحدها كافيه بروفيسور؟ القسطره كافيه. نعم. لا من بعد التدخل الطبي ديال القسطره. بعد التدخل الطبي كياخذ بعض الادويه واحد المده. اها. ولكن من بعد 3 شهور ما باقيش تياخذ الادويه. طيب غادي ناخذ السؤال ديال رشيد معنا على الخط ولكن من بعد هذا الفاصل ناخذ رشيد كيقول لي ابراهيم عاد نديروا فاصل. السلام عليكم رشيد. السلام عليكم. مرحبا سيدي تفضل. الله يطول عمرك اختي. الله يطول عمرك. واحد السؤال للدكتور. الله يطول عمرك. اييه. مرحبا. دكتور الله يخليك. انا في عمري دابا 46 عام زيد 77. وليت مؤخرا مصاب بمرض السكر، الخزان ما كيفوتش 7. وعندي مرض البيروني الدكتور يعرفوه. ياك دكتور؟ اي بيروني. وكاين ضعف انتصاب حاد بعد خطرات من كرتيق من النعاس او وسط النهار ماشي بالليل ولا شي حاجه يعني بحال تكون 25% اللي كاينه صافي. وهذا الشيء اثر عليا بزاف لدرجه انني خرب لي بيتي ودابا بغيت نعاود نتزوج ونبني حياه جديده. وهذا المشكل مأرقني نفسانيا وجسديا يا دكتور. ومشيت عند 4 الاطباء داعرين لديك الاسم ديالهم وكيخرجوا لي غير داك الفاني الطوكو كنجيبو من بلا ما نذكروا السميه ديال الادويه. رشيد الله يكثر خيرك. اسمحي لي. ماشي مشكل. كنجيبو من فرنسا ما كيدير والو ونفس الحاله باقي هي. واش كاين شي امل باش نعاود نتزوج ولا نواصل دائما على راديو اصوات وغادي نشدو معنا بروفيسور احمد المنصوري. غادي نشدوك ماشي مشكل ياك بروفيسور. انت تبارك الله قلبك كبير وعندنا اسئله كثيره هاد المستمعات ديالنا ومستمعينا نجاوبوا عليهم لانه الامراض البروستات يعني تشكل خطوره على صحه الرجل. والدليل اخر مكالمه ديال رشيد اللي باقي معنا باقي شاب في العمر ديالو 46 سنه. كيعاني من ضعف جنسي كيعاني من مرض البيروني. هاد الحاله ديالو الصحيه اللي خلات انه علاقته الزوجيه تنتهي بغى يعاود يبني حياته وخاف. قبل البروفيسور بالنسبه للمرض اللي كيعاني منه رشيد الا ممكن شرحوه للناس اللي كيتابعونا شنو المقصود بمرض البيروني؟ اولا بعدا بغيت السي رشيد السلام عليكم. معنا رشيد. باقي معنا السي رشيد؟ معنا رشيد على الخط. السي رشيد بعدا بغيت نطمئنك بانك غادي ترجع لحياتك الزوجيه عاديه إن شاء جدا الله. وبان الحل سهل وبسيط جدا. بالنسبه لابيروني هو واحد المرض اللي اكتشفه واحد الطبيب فرنسي سميتو دكتور لابيروني. هاد المرض هو ناتج على التهاب ديال الجسم الكهفي. اشنو هو الجسم الكهفي؟ هو الجزء الموجود داخل القضيب هو اللي مسؤول على الانتصاب. هاد لابيروني تيعطي الالتهاب، ملي تيعطي الالتهاب مع المده تيولي تيتشمع هذاك الجسم الكهفي. وشنو هو الانتصاب؟ هو الدم تيدخل لهذاك الجسم الكهفي، ملي كيتشمع ما باقيش كيدخل ليه الدم، فبالتالي ما تيبقاش الانتصاب، تيعطينا ضعف جنسي. كذلك تيعطي واحد علامة أخرى هو الإعوجاج، تيولي القضيب ديال الرجل أعوج. هذه واحد 15 عام 20 عام كنا كنديروا واحد العملية كنقطعوا هذيك البلاصة اللي فيها الالتهاب وتنعاودوا نلصقوا الأطراف بجوج. ولكن هذه العملية كينتج عليها تينقص من الطول ديال القضيب تقريبا 2 سنتيم. فالرجال ما تيقبلوهاش. كنا كنعملوها بصعوبه باش تقنع بها المريض. الان العلاج ديال لابيروني هو دعامه الانتصاب. دعامه الانتصاب عمليه سهله كتكون بتبنيج نصفي
المريض يمكن يدخل الصباح ويخرج في العشيه. نعم. المريض هذاك الاعوجاج تيتعالج وتيولي القضيب مستقيم، وكذلك تيرجع له الانتصاب ديال شاب ديال 18 سنه، والعمليه ناجحه 100% ومضمونه مدى الحياه، ويمكن ينجب بها رشيد، يمكن يدير بها الوليدات. رشيد استاذ معك استاذ، سمعتي الكلام ديال البروفيسور؟ ولكن نقول دكتور الحجم ديالو صغار بزاف. اييه غادي صغار وغادي يعوج. يعني كاين امل استاذ باش نتزوج انا؟ كاين، غادي تتزوج وغادي ترجع شاب ديال 18 سنه ان شاء الله. واخا دكتور ما عرفتش نسول على المباشر ولا لا، انا ما كذبش عليك اربعه طبيب ما مشيت ونفس الحاله باقيه. ما نقدرش نهضر لك على الزملاء. الله يخليك، انا عطيتك الاستشاره. لا هو ما كانش بغى يهضر على الاطباء، هو بغى يهضر على الحاله ديالو ياك رشيد. يعني انا تخلعت، يعني اربعه تجارب تخلعت صافي وليت. يعني حتى واحد ما عطاه امل. ما نقدرش نناقش لك الراي تاع الزملاء. اخلاقيه المهنه ما تتسمح ليش باش نهضر في هذا. المهم قلت لك انا النفسيه تدمرات. دابا ما عندك ما تدمر، غادي ان شاء الله ترجع شاب فحل تتمتع بانتصاب ديال شاب ديال 18 سنه، ويمكن تجوج ويمكن تدير وليدات. الله يطولنا عمرك دكتور. صافي رشيد. صافي ما عرفتش انا خصني. واخا شكرا. شنو مازال محتاج رشيد؟ شنو مازال بغيتي تسول؟ ما مش مقبوله الهضره ولا شي عنوان في التجأ. الا كانت عطاو لي في الخاص لا كان ممكن الله يرحمه ويدير. واخا رشيد، واخا شوف رشيد خليك معنا في، يعني غادي ترجع عند ابراهيم وهضيبي في الاخراج، ونعطيوك الرقم ديال البروفيسور احمد المنصوري. المهم هو الله يجيب الشفاء. في الحياه ديالنا وبعض الخطرات في اللحظات ديال المرض كنبحثوا على باسيس ديال الامل. البروفيسور اليوم تعطيتي امل لرشيد انه يرجع يعيش حياته بشكل طبيعي، بانه يقدر يدير وليدات، لانه حياته الاولى دمرت بسبب هذا الضعف الجنسي اللي حصل له بسبب هاد الامراض. ضروري ما نتكلموا على هاد العمليه ولو انه ماشي موضوع حلقتنا اليوم ديال الدعامه ديال القضيب بالنسبه للشباب او للرجال اللي كيعانيوا من هاد المشكل. دكتور او بروفيسور، في اي حاله كضروا الاستعمال ديال هاد ولا التدخل الطبي بهذه العمليه؟ الضعف الجنسي هو مرض شائع. كاينه دراسه اللي قام بها المركز الاستشفائي الجامعي بن رشد، واللي بينت على ان 46% من المغاربه يعانون من هذا المرض. نعم. كذلك الدراسه بينت بان 75% من النساء المغربيات المتزوجات غير راضيات وغير مقتنعات بالعلاقه الزوجيه ديالهم الجنسيه مع الزواج ديالهم. نعم. العلاج ديال الضعف الجنسي عنده اسباب، كاينه اسباب نفسيه واسباب عضويه ما ندخلوش فيها اليوم. نعم. بالنسبه للعلاج، العلاج في الاول كنبداو بالادويه، الادويه حسب عمر المريض وحسب السبب. نعم. هاد الادويه يمكن تعطي نتيجه يمكن ما تعطيش، الا ما عطاش النتيجه كمرحله اولى تندوزو لواحد العلاج ثاني اللي هو البي ار بي او لا حقن البلازما. حقن البلازما اشنا هما؟ كناخذوا دم المريض بحال كي تناخذوا التحليلات، كنديروا ليه واحد العمليه تتسمى سنتريفيغاسيون وكتعزل لينا البلازما او اللي كنقولوا بالدارجه الدم البيض. هذيك البلازما فيها البلازما وفيها لي بلاكيت وفيها عوامل النمو لي فاكتور دو كروسونس. هذوك تنحقنوهم داخل القضيب وكتعطي نتيجه ايجابيه، بحيث ان الانتصاب يمكن يسترجعوا المريض حتى لنسبه 90%. في حاله الا ما نجحتش هذه تاعت البي ار بي ديال حقن البلازما، كندوزو لاخر الدواء. كيف تقول الحكمه اخر الدواء الكي؟ عندنا حنا في الضعف الجنسي اخر الدواء هو دعامه الانتصاب. عمليه بسيطه بتبنيج نصفي ما كتجاوزش نصف ساعه. كنزرعوا دعامه الانتصاب، المريض كيخرج فحالو في العشيه، عمليه ناجحه 100%، كتعطي المريض انتصاب ديال شاب ديال 18 سنه مضمونه مدى الحياه، اي ان المريض الا عطاه الله حتى 90 ولا 95% تيبقى عنده ديما الانتصاب ديال شاب ديال 18 سنه، يمكن ينجب بها، يمكن يدير بها الوليدات وصافي. هادشي اللي بغيت نقول. من بعد العمليه شحال ديال الوقت باش كتبان النتيجه والرجل يرجع لحياته الطبيعيه؟
تيخرج بالانتصاب ديالو من غرفة العمليات، ولكن الممارسة الجنسية بعد شهر عاد كتعطيو انه الرخصه يمارس الرخصه باش يمارس الجنس، وتتكون اللذه طبيعيه، النشوه طبيعيه، والقذف طبيعي. طيب غادي ناخذ السؤال ديال رشيد معنا من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك رشيد او رشيده، عفوا رشيده. السلام عليكم. السلام عليكم لالا. مرحبا. ربي يخليك، شكرا. تفضلي لالا. ممكن واحد الاستشاره مع الدكتور؟ مرحبا البروفيسور معك على الخط. مرحبا بك لالا رشيده. السلام عليكم. الله يخليك. انا يا شابه في العمر ديال 27 سنه، دابا عامين تقريبا باش انا مزوجه، انا والزوج ديالي عنده 37 سنه، وباقي ما باقي لسه الدخله ما تماتش، عده مشاكل. كيفاش غنشرح لك دكتور؟ واش عنده ضعف انتصاب؟ ما عرفتش. مشينا عند واحد الطبيب ديال المسالك البوليه وداك الشيء، دار ليه واحد تريتمون ديال شهرين وما كاينه حتى شي نتيجه. شنو دار في التشخيص رشيدة؟ شنو قال لكم؟ يعني عطاه الدواء غير كيشربوا؟ ما عطاه لا لي زاناليز لا والو، وحدو قال ليه شرحنا ليه زعما المشكل، عاودت ليه قلت ليه راه المشكل عندنا وشنو هاشنو صافي، وخرج لنا واحد الكومبريمي. قال لك هذا الكومبريمي ياكلوا على مده ديال شهرين ويرجع عندي باش نشوف النتيجه، ولكن الزوج ديالي رفض باش يرجع معايا للطبيب. وانا ما نكذبش عليك ما عرفتش زعما شنو خصني ندير ولا فين نمشي، عيد زعما ما نجرب في الدوايات الوصفات ما كاينه حتى نتيجه. شحال في عمره الزوج ديالك؟ 37 سنه. 37 سنه. واش هو قبل منك كانت عنده علاقات جنسيه ولا اول مره رشيده؟ كانت عنده وكانت طبيعيه؟ كان كيقول لك طبيعيه. نعم واخا. شنو بالك في الحاله بروفيسور؟ اولا الزوج ديالك لالا رشيده يعاني من الضعف الجنسي، تيخصو واحد الفحص سريري باش نعرفوا واش عنده شي سبب من مسببات الضعف الجنسي، قد واش عنده السكر، واش عنده الطنسيو، واش عنده مشكل نفسي، واش عنده، تيخصو فحص باش نعرفوا السبب. الحاجه اللي بغيت نطمئنك هو انه الحل موجود وناجح، غير تيخص تشخيص دقيق وراه يتعالج ان شاء الله، وكيف ما كانت الحاله ديالته راه العلاج موجود وناجح 100%. واخا شكرا دكتور. تقدرش دابا نسولك بعض الاسئله الهواء مباشره؟ نقدر نمشي عند العياده عند الطبيب باش نلقى الحل؟ واخا رشيده خليك معنا، حنا نعطيوك الرقم ديال البروفيسور لو بغيتي تواصلي معاه. مرحبا مرحبا بك رشيده، اهلا وسهلا. طيب البروفيسور، هو نوعا ما اكيد هو الموضوع محرج وبزاف ديال الناس ما كيقدروش يطرحوا بحال هاد الاسئله، ولكن لا حياء في الدين لا حياء في العلم. حنا الانسان ملي كيكون في علاقه زوجيه بالقواعد ديالها الشرعيه والقانونيه، فمن حق الزوجه والزوج هو المتعه في هذه العلاقه الزوجيه، فبالتالي غالبا كتلقى المراه هي اللي كتجري وخصها دير الراجل، والراجل يا اما كيحشم يا اما ما كيرضاش، يا اما هادشي كينقص من الرجوله ديالو حتى باش يمشي ويدير العلاج. وحنا لاحظنا في الحاله ديال رشيده كرؤيه من بعيده بروفيسور، اكيد انا عارفك غتحتاج بزاف ديال المعلومات كيف ما قلتي باش تجاوب، ولكن في الحال في هذه الحاله شنو كيبان لك يعني العلاج؟ واش المسألة نفسية خصها غير متابعة ومرافقة، أو لا أبعد من ذلك، هي عضوية وخصها التدخل اللي تكلمت عليه ديال الدعامة أو للحقن يعني بالبلازما؟ وبالنسبة للعمر ديالو 37 سنة، بقي شاب وكانت عنده علاقات، إذن غالبا المشكل النفسي. نعم يعني خاص المرافقة والمتابعة. الزوجة هي اللي كتتصل نقول لك، انا اكثر من 30 سنه وكنشتغل في هذا الشيء ديال الضعف الجنسي. نعم. كاستاذ وكطبيب باحث، المجتمع المغربي تعرف واحد التطور رائع، هو انه في نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات ما كانش الراجل تيقدر يجي يقول لك عندي الضعف الجنسي. في اخر التسعينات ملي بدا كاع الراجل تيجي حتى يقول لك راه عندي الضعف الجنسي ما تيقولها لكش، تيقول لك عندي الم هنا وهنا تيمنمل عليا وهنا، تيبدا يدور حول الجهاز التناسلي ديالو، تيخص الطبيب هو اللي يبادر ويقول له واش عندك الانتصاب مزيان ولا، عاد يقول عاد يدخل معاه في نقاش. فعلا كاين من بعد ولا الزوج هو اللي تيجي عند الطبيب
وملي تيجي عند الطبيب حتى يقول لك عندي ضعف جنسي ما تيقدرش، تيقولها لك بتعبير مبهم. اه وليت بحال المراه، راه ما بقات عندي همه، راه ما بقات هذا، ما تيقدرش يقول لك عندي ضعف جنسي. فهاد السنوات الاخيره ولات المراه المغربيه هي اللي كتتصل بينا كتقول لك استاذ الزوج ديالي يعاني من ضعف جنسي، حافك بغيت موعد، وكتجي هي وياه. وهذا تطور ايجابي، لان من عوامل نجاح علاج الضعف الجنسي هو المرأة المتعاونة. ملي كتكون المرأة متعاونة تيسهل العلاج. نعم. طيب غادي نسدو هذا القوس، هذا ربما موضوع اللي نرجعوا نفصلوا فيه أكثر في حلقة أخرى، لأن كل حالة بوحدها. غادي نرجع بروفيسور لموضوعنا للبروستات، لأنه حتى الأمراض ديال البروستات تؤثر على الحياة الجنسية للرجل. سؤال اللي طرح أكثر من مرة، واش تضخم البروستات عنده علاقة بالوراثة؟ لأنه بزاف ديال الإخوان اللي تيقول لي راه باك كان فيه وجدي حتى هو كان فيه تضخم من البروستات، وكاين اللي كان فيه سرطان البروستات وتوفى به. شنو الصحه ديال هذا الكلام؟ واش المساله عندها علاقه بالوراثه او لا؟ دكتور بروفيسور، علميا ما ثبت والو، ما كاينش علميا ما ثبت والو، والحاجه اللي ما ثبت علميا ما يمكن ليناش نقولها. قلت لنا ايضا في البدايه بانه الامراض البروستات كلها ما كايناش اسباب علميه اللي مباشره، ما عدا الالتهاب. الالتهاب اللي قلنا بانه عنده علاقه بالعلاقات الجنسيه الغير محميه، المرض المتنقل عبر الجنس. نعم. اما بالنسبه لتضخم البروستات يمكن تكون تكون ميكروبات اخرى. أيه؟ ولكن غالبيه الاحيان الامراض المتنقله عبر الجنس هي التي تتسبب في التهاب الحاد للبروستات. شكرا لك بروفيسور. شكرا على وجهك. اخر رساله بغيت تقولها للمستمعات والمستمعين ديالنا في موضوعنا اليوم، لانه هذا الشهر ديال نوفمبر او نوفمبر شهر للوقايه وللتوعيه ضد سرطان البروستات. اللي بغيت نقول للمستمعات والمستمعين الكرام هو ان سرطان البروستات هو مرض شائع. نعم. وهو من السرطانات الاولى عند الرجال، تخص الانسان يدير تحليلات مبكرة باش يكون تشخيص مبكر. وتحليلات البي اس الان دابا راه جميع المختبرات ولات كديرها. نعم. ومن بعد الانسان ما يتبعش لراسو، تيخصو دائما يكون المصاحبة من طرف طبيب اختصاصي في جراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية. شكرا لك بروفيسور أحمد المنصوري، أستاذ في جراحة الكلي والمسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكور. نتلاقاو إن شاء الله قريبا دائما على راديو أصوات. سلمني على الناس ديال مراكش، ومرحبا بك في الدار البيضاء. الله يبارك فيك بروفيسور. فاصل موسيقي، خليك معنا لالا دائما على أصوات. حديث مغزول.